السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاختبار والامتحان الأول من امتحانات جي ماتريكس اكزام 1 باوربوينت 2016 وكيفية الحصول على 1000 نقطة من 1000 بإذن الله. هنبدأ النهاردة بامتحان الباوربوينت 2016. هناخد باوربوينت 2016 وهناخد تيستينج مود الاختبار الأولاني من الاكزام. هناخد ستارت نيو تيست، هنبدأ اختبار جديد. اهم حاجة ان احنا نقرأ السؤال كويس ونفهم الطلب ايه ونمشي معاه خطوة خطوة او طلب طلب وما نتسرعش في الاجابة. هنبدأ الاول، احنا معانا 7 مشروعات 7 projects. هيبدأ لك بالمشروع الاول. انا معايا حاجة اسمها tasks، عندي 5 مهمات في كل project في كل مشروع. كل ما بخلص المهمة راح اديله mark completed، براحتي عايز اديها mark completed ماشي، مش عايز اديها مفيش مشكلة. اخر ما تخلص المشروع هنبدأ grade project وهنشوف الشكل ايه. معايا الاول سؤال، اول task change the slide master theme color to blue. اول حاجة تشوفها slide master على طول من tab view، واخد slide master، هو بيقول لي color، مش قصده على الثيم، هو عايز يغير الكولر بتاع الثيم، لان اللون هنا هو لون بني فهو عايز يغير الكولر، فمالكش دعوه بالثيم. في خانه كده هو او تاب اسمها colors، هندوس عليها وهناخد بلو، هتلاقي اللون اتغير. وخلصت السؤال ده، اعمل close master view واعمل mark complete واروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك في سلايد 2، خلي بالك من الامر لما يقول لك سلايد 2، هروح لسلايد 2 واروح واتأكد ان هو ظهرت قدامي سلايد 2. بيقول لك create a bulleted list from the text، يعني عايز يعمل تنقيط للنص اللي هو بيبدأ bleeding لغاية decades. فانا هنشط النص ده من اول decades من تحت عشان خاطر اتأكد ان كل النص لغاية فوق كده هو. واروح في تابة الهوم، في تابة الهوم هلاقي حاجة اسمها bullets اهو، بس خلي بالك هو عايز يحط صورة، فانا هاخد السهم اللي جنبيه هدوس عليها واخد bulleted number هدوس عليها، واختار هنا هو في خانة اسمها picture، هاخد من picture هنا هو بقول له كمان هي على from a file، هتهالي من على جهازي. هو هيكون حاططها لك في documents هنا هو، هدوس عليها هلاقي folder اسمه gmatrix templates، فانا هنا هدوس على اضغط على gmatrix templates هلاقي توم لوجو، هاخد الصورة دي واقول له اوكي، او ان انا هقول له insert او double click عليها واقول له insert، اتأكد ان هو كل سطر حطت لي فيها الصورة بتاعتي كده. انا بالفعل عملت طلبه، فبقول له mark it as complete واروح next task. insert a new slide using the slide titled proud of director. انا اخلي بالي هو بيقول لي عايز اعمل ادراج للشريحة الثالثة، اعمل ادراج للشريحة الثالثة اللي هي عنوانها Board of Directors from من الباوربوينت الاسم ده. فانا هعمل ايه؟ طالما هنستخدم شريحة من باوربوينت، يبقى انا هعمل New Slide من Home، من تابة الهوم هاخد New Slide واخد تحت Reuse. طالما هستخدم شريحة من باوربوينت يبقى هستخدم Reuse، واخد من هنا Browse واخد براوز فايل علشان خاطر اروح للدوكمنتس، واخد جيمتريكس تمبلتس هلاقي الملف اللي انا عايزه FT درافت، هعمل دبل كليك او اقول له اوبن، هلاقي الشريحة التالتة اسمها بورد اوف دايركتورز، هدوس عليها كليك شمال مرة شمال بس هلاقيها نزلت هنا هو الشريحة التالتة اهو. وكده يبقى هعمل مارك كومبليت واروح للتاسك 4. In the right pane of the slide titled، هندور على السلايد اللي اسمها فاشن تومو، هدور على السلايد هنا هو، انزل لتحت على الفاشن تومو اهو، هلاقيها اخر سلايد اهو. فبيقول لك هنعمل ادراج لفيديو، فانا في هنا في الخانة اللي هي تحت click to add text هدور على insert video، insert video هدوس عليها واخد browse from a file وهلاقي الفيديو بتاع اللي هو طالبه اهو، ان انا في geometrix templates هلاقي الفيديو بتاعي اهو، هدوس عليه كليك شمال مرة واقول له insert.
ودي كده السؤال ده خلص. تعال نشوف التاسك اللي بعديها. Insert a new slide at the end of the presentation. بس خلي بالك عايز يعمل إدراك شريحة جديدة، بس منين؟ بملف وورد. بملف وورد. يبقى الكلام طالما هيجيب ملف وورد يبقى لازم أتأكد إن أنا آخر حاجة في الشرايح تحت، أضغط على آخر حاجة كده يظهر لي الخط ده تحت ومفيش شرايح تحتيها تاني، وأقول له new slide من هوم بردك new slide، وأخد slides from outline. هلاقي في جيمتريكس، في جيمتريكس تمبلتس هلاقي ليدرشيب، اقول له انسرت، في لحظات هينزلها لي في شريحه تحت اهو موجوده تحت. وكده السؤال ده التاسك ده بردك خلص. خلصت التاسكس بتاعتي، انا هعمل جريد بروجكت كده. انا في البروجكت 2 في المشروع الثاني، بس هنا لاحظ الملف اللي انا كنت شغال عليه هو، فانا هعمل ريسيت بروجكت. لكن لو اتغير عندك ما تغيرش، ما تعملش reset project. فانا هعمل reset project واعمل continue. طيب تعال نشوف اول سؤال. هو عايز يطبق الستايل ده على الصورة اللي في سلايد 2، فانا هروح في السلايد 2 اقف عليها، هلاقي في صورة، اخد format واختار من picture styles واختار الشكل اللي هو عايزه اهو، واقول له okay mark it complete. ادخل على task 2 في سلايد 3، عايز يغير الفيديو بيخليه اوتوماتيكلي، فانا هضغط على الفيديو واخد بلاي باك، وهاخد من ستارت اوتوماتيكلي، واخد بيقول لك كمان ان هو ريديسبلاي ذا تايتل سكرين افتر ذا بلاي باك از فينيشد، فلازم اضغط ريويند افتر بلاينج واقول له مارك Next. عايز يطبق الستايل 9 على التشارت اللي في الشريحة الرابعة، فأنا هروح للشريحة الرابعة، اسم التشارت اهو زي ما هو عايزه، فأنا هختار انشط التشارت دي واخد من الديزاين واخد ستايل، هلاقيها مترتبة بالترتيب، يعني هنا ستايل 1 2 3، لو وقفت لحظتين هتلاقيها 3، لو وقفت لحظتين هتلاقيها ستايل 4. هنزل ستايل 9 واضغط عليه كليك شمال، بس عايزين نغير التصميم بتاع الجدول اللي هو في الشريحة الخامسة، فانا على طول هروح للشريحة الخامسة ونشط الجدول اللي فيها، هاخد ديزاين وعند التابل ستايلز هضغط على السهم اللي موجود من تحت ده عشان يفتح لي كل القائمة. هو بيقول لي لايت، يبقى ادور في اللايت، وستايل 3 accent 6، امشي كده هو لغايه ما الاقي اللي انا عايزه، هلاقيه اخر حاجه اهو، نقف لحظتين عشان نتاكد من الاسم، light style 3 accent 6، اضغط عليه كليك شمال وكده خلاص السؤال خلص. تعال نشوف السؤال اللي بعده، task 5، عايز يغير الكالر بتاع الصوره اللي في موجوده في الشريحه 6، فانا هروح للشريحه 6 واختار التشارت دي، وهروح لحاجه اسمها design. هو عايز يغير الكالر، فما تغيرش غير من change colors، change colors، فانا هختار، بس مفيش هنا اللون اللي هو عايزه، بس اخلي بالي انا هطلع فوق شوية عشان اختار colorful، فوق اهو colorful. طب هو عايز accent color 5 to 6، لو جينا لاخر واحد كده هو وقفنا عليه 5 to 6، هو ده اللي هو عايزه، ادوس عليه click ومارك as complete وتعمل grade project. التاسك الاولاني بيقول لي الشريحه اللي اسمها most popular اعمل لي دوبليكيت ليها، كررها تاني، فانا هروح ادور على most popular اهو واتاكد منها ان انا اقف عليها شويه لحظه، هلاقي اسمها most popular، كليك يمين عليها دوبليكيت، دوبليكيت سلايد كده اتعملت دوبليكيت، مارك كومبليت تاسك 2. هو محتاج الشريحه اللي هي other activities بعنوان other activities مرئيه، فلو نزلت تحت هلاقي الشريحة رقم 5 هي اللي اسمها Other Activities، هدوس عليها كليك يمين هلاقي Hide، هشيل منها ال Hide. Task 3، عايز يعمل Display للDate، عايز يظهر التاريخ في ال Handout، يبقى أنا هروح من View وأخد Handout Masters واختار أعلم على الDate فوق كده هو، واقول له close master view mark complete
تاسك 2 عايز يعيد ترتيب الشرائح ان يبقى الشريحة اللي بالعنوان ده تبقى رقم 3. فانا معايا حلين، ان انا ممكن اقف على الشريحة واطلع بيها بحيث ان هي تبقى فوق الشريحة 3 عشان هي تبقى رقم 3، وممكن كمان من view واخد slide sorter وهلاقيها زي ما هنا اسحبها سحب واقول له mark complete واروح للتاسك 5. عايز يغير الـ handout settings to print 3 slides per page، فناخد من file وهناخد print، هاخد من full page slides، هختار عند الـ handouts هلاقي 3 slides، هدوس على 3 slides هلاقيها بالشكل 3 شرائح كده اهو، واقول له mark as complete وارجع من السهم اللي فوق واشوف اعمل great project. في التاسك الاولاني عايز يعمل insert لshape اسمه oval، فانا على طول اخد insert shapes oval واروح اعمل ارسمه كده هو على كد تقريبا الشكل اللي وراه اللي هو البايكر، وان انا بيقول لك ان هو outline يعني الخط بس مش محتاج fill يعني، فانا هعمل no fill، واللون بتاعه ان انا هختار dark yellow فانا هختار dark yellow accent 2، وان انا كمان في الحجم اخلي بالي ان هو السنتيمتر ولا انش، يعني هو عايز ايه، عايز بالسنتيمتر ولا انش، فانا هختار هو مديني الاتنين، لو بالانش هتبقى 2 و 3.5 لكن بالسنتيمتر ها 5.08 والويث هختاره 8.80 واختارها كده واخليها يعني في النص كده هو، وان انا كمان هقول له على send backward واقول له send backward واقول له more complete. نشوف التاسك اللي بعدها في الشريحة التالتة، عايز يضيف العنوان ده، هروح للشريحة التالتة عند click to add title هنضيف هنا هو ونكتب touring واتأكد من الحروف كلها صح، اقول mark complete. في الشريحة التالتة عايز يعمل جدول هنا في الجزء الشمال، فانا من هدوس شمال وادوس على insert table، هو عايز يعمل 3 columns 3 أعمدة ويعمل 6 rows 6 صفوف، واقول له اوكي واسيب كل حاجة بعد كده زي ما هي. في التاسك 4 عايز يعمل كاستمايد سلايد، فانا هروح من سلايد شو واقول له كاستمايد سلايد شو واقول له كمان كاستمايز شو، هقول له نيو، هكتب العنوان او اسم السلايد دي اسم الشو ده، اخلي بالي من الكابيتال والسمول، عايز شرايح معينه مش عايز كل الشرايح، عايز 1 2 4 6 واقول له اد واقول له اوكي okay. هو مش عايز يعمل شو فانا هقفله، ما طلبش مني شو فانا هقفل وكده mark as complete. التاسك 5 عايز يعمل disable slide show options، فانا هروح للslide show options، هو عايز يلغي الثلاثة دول الثلاثة اللي تحت بعض دول، فانا هعمل هشيل الثلاثة الصح دول، عايز يشيل narration والtiming والmedia controls، narration timing media controls mark complete واقول له great. المشروع الخامس والتاسك الاولاني بيقول لي ان اضيف كلمة summer success للسبجكت في خصائص الملف، فانا هاخد فايل واخد هنا في البروبارتيز، لو لقيت هنا هو وسط الاولانيين دول كلمة subject ماشي، ما لقيتش هاخد على السهم اللي هنا واخد advanced واخد عند subject واكتب summer success واقول له okay وارجع back more complete task 2. في الشريحة التانية عايز يغير اللون، بس خلي بالك هنا هو من طلبه، هو عايز يغير اللون بتاع الرقم 10% او 10% و 12% بس و 60% الارقام دي والpercents دي او النسب دي بس، فانا عشان خاطر انشط حتت متفرقة فانا لازم في الكيبورد اضغط على كنترول واروح انشط اللي هو عايزه،
التلاتة دول. فبيقول لي خلي اللون بتاعهم light blue من تابة الهوم، واختار الكالر هنا الفونت كالر، واختار light blue، اختار light blue من هنا. طلبه لسه مخلص، بيقول لك اعمل equalize للكاركتر height، بس مش موجودة هنا في تابة الفونت equalize. فانا في عندي سهم صغير كده اهو، هدوس عليها وادور على equalize اهو، هلاقيها على ايد اليمين اهو تحت، اعلم التشيك بوكس، اعلمه كده صح واقول له اوكي، هتلاقيها اتغيرت، واقول له more complete واشوف التاسك 3. في الشريحة 2 اللي احنا عليها برضك عايز يعمل شغل على شكل الستارت ده، فهو عايز يعمل شادو افكت. فانا هروح من فورمات، هو عايز يعمل على الشيب افكت، يبقى انا هاخد من فورمات شيب افكت، وعايز يعمل شادو. طب الشادو ده انسايد يبقى انر، يبقى في تابة الانر. طب بوتوم رايت، بوتوم رايت يبقى اهو انزل لتحت شوية اهو عن اهو واشوف، واستنى لحظة، انسايد بوتوم رايت مور كومبليت. نشوف السؤال اللي بعده، تاسك 4 في الشريحة الخامسة رقم 5. اروح للشريحة الخامسة، عايز يعمل كروب يعني يقص الصورة دي بيبقى بالشكل الاوفال، فانا هدوس عليها كده هو، وانا هاخد فورمات واخد هنا في خانة اسمها كروب، هدوس على كروب وفي حاجة اسمها كروب تو شيب، وهلاقي الاوفال في البيسك شيبس، هدوس عليها هلاقيها قصها مور كومبليت. تاسك 5 بيقول لك روح للشريحة الأخيرة، فأنا هنزل لتحت الآخر شريحة، هو بيقول لك استخدم الليستة اللي موجودة هنا هو، هنشطها عشان تعمل سمارت ارت دياجرام. ففي تابة الهوم، في تابة الهوم هلاقي حاجة اسمها convert to smart art، مش هلاقي الشكل اللي مطلوب انا عايزه، فأنا هاخد more smart art graphics وهدور على البيسك بروسيس، يبقى في تابة البروسيس وهدور على حاجة اسمها البيسك بروسيس، هلاقيها أول حاجة هدوس عليها كليك شمال وأقوله أوكي مارك كومبليت جريد بروجكت. البروجكت السادس، السؤال الأولاني هنختار من تابة فيو، هو عايز يختار جايدز يعني يعمل زي خطوط كده هو مرشدة للشريحة، قسمت الشريحة لأربعة أقسام، قسمت الشريحة أربعة أقسام، بس هو ده طلبه، وأقول له mark complete. في التاسك 2 عايز يغير التشارت اللي في سلايد 3، يبقى هروح لسلايد 3 واختار chart، وعايز يغيرها لcolored bar، فأنا هروح من الديزاين هلاقي في حاجة اسمها change type، وهروح لحاجة اسمها bar، هنزل لتابة البار هلاقي نفسي على الاوبشن اللي هو عايزه clustered bar، هدوس OK هيغيرها مارك كومبليت. بيقول روح للشريحة الأخيرة، فهننزل للشريحة الأخيرة، طالب مني إن أنا عايز يغير ترتيب الشكل ده، يعني يبقى الكواليتي انجريدينتس زائد أو بلس اكسايتنج فليفرز، ويجي الاميزنج آيس كريم مكان اكسايتنج فليفرز. عشان أعمل الحركة دي لازم يظهر لك المربع ده، لو ما ظهرش هتلاقي السهم ده هيطلع لك المربع ده. فهو كل اللي عايزه ان exciting flowers دول تطلع فوق سنة، فانا هدوس له كليك يمين move up غيرها mark complete. task 2 عايز يعمل transition effect، يبقى انا على طول اسمع كلمة transition، فانا هروح لتابة transition، وعايز يخلي ان هي بدل 2 المدة 2 لواحد ونص، فانا هنزل بيها لغاية ما اوصل لواحد ونص، بس بيقول لي طبقها على all slides، ضغط على apply to all mark complete. بيقول لي خلي set print options to be high quality، كلمة print option يبقى على طول file print، هلاقي في حاجة اسمها full page slides، لو ضغطت عليها هنزل تحت هلاقي حاجة اسمها high quality مش فيش جنبيها صح، هضغط عليها عشان يبقى فيها صح،
وهقول له باك وأقول له mark as complete ونعمل create projects. المشروع الأخير عايز يطبق الترانزيشن ده على كل السلايدز، فأنا هقف على أول سلايد كنترول A أتأكد إن كل السلايدز اتنشطت، وأخد في الترانزيشن هدور على حاجة اسمها ريبل، فأنا هنزل هنا بالسهم وأدور على ريبل هلاقيه هو، لو ضغطت عليها كله طبق عليه ريبل mark as complete. task 2 في السلايد 2 هروح على طول للسلايد 2 عايز يعدل الانيميشن للليستة كلها دي، طالما هيعدل الانيميشن يبقى على طول اروح رايح للانيميشن وهلاقي فيه هنا هو حاجة اسمها animation pane. هو عايز يخلي الافكت بتاعته من bottom from bottom to right، فانا هختار من effect option واختار تحت هلاقيها اخر حاجة from bottom right. mark as complete task 3 في الشريحة التالتة، على طول اروح للشريحة التالتة بيقول لك جنب السطر ده هقف جنبيه، جنب السطر ده بيقول لك اعمل insert comment، يبقى على طول هدور على insert ودور على comment واكتب له نفس النص اللي مكتوب ده واضغط في اي مكان واقول له mark as complete task 4 في الشريحة الخامسة. اروح للشريحة الخامسة هو بيقول لك في الشريحة الخامسة هتلاقي في الانيميشن، عايز يعدل الانيميشن عشان خاطر الترتيب، بدل ما هو theory scales ocean او ان هو بيظهر الاول كلمة ocean بعد كده theory بعد كده skills، لا هو عايز يجيب ocean بعد كده theory بعد كده skills. لو تلاحظوا هنا 1 فوق 2 تحت 3، فهو عايز يخلي theory الاول وبعد كده skills وبعد كده ocean، theory بعد كده skills بعد كده ocean، يبقى انا اقف على ocean وانزلها تحت كده بالسهم اللي فوق ده اللي هو move down اللي فوق ده فوقيه على طول، اروح منزل كده واخليه لتحت كده، او ان انا ممكن لو ظهر لي السهمين دول عادي احرك بيهم واطلع بيهم لغاية ما انزل بيهم لتحت. اهم حاجة يبقى الترتيب theory skills ocean mark complete. اخر سؤال معانا عايز يشيل او يزيل كل الخصائص دي من البرزنتيشن، فطالما شفت document properties فانا هاخد file واختار من info check for issues واختار inspect documents واختار yes، هقول له inspect، وعند الاوبشن التاني ده اللي هو document properties and personal information هقول له remove all كده خلاص، واقول له close واقول له mark as complete واقول له create project واقول له finish test yes don't save مبروك 1000 points 1000 points. كل الأسئلة صح، بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.